لا تتوقف دبي عن البناء والتشييد. نعرض لكم في هذا الفيديو بعضا من أضخم المشاريع في هذه الإمارة التي سيتم افتتاحها سنة 2018. برج دي أوبوس. المشروع من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، وهو عبارة عن مكعب تم تفريغه من الداخل ليصبح برجين بارتفاع 21 طابقا، يربطهما حدود الصندوق من الأسفل والأعلى بطريقة انسيابية. وسيضم هذا المبنى مجموعة مطاعم عالمية إلى جانب العلامات التجارية الشهيرة على مساحة 250 ألف قدم مربعة. تلال مردف. هو مشروع فخم متعدد الاستخدامات يمتد على أكثر من 3 ملايين قدم مربعة، وهو مرادف للحياة التي تجمع بين الأناقة والراحة بأسلوب فاخر. ينقسم إلى 3 أجزاء: الملتقى أفنيو، جناين أفنيو، ونسايم أفنيو، وهو يضم مجموعة فاخرة من المساكن ومحلات البيع بالتجزئة والمرافق الفندقية والترفيهية، وتحيط به مساحات خضراء واسعة ووجهات ترفيهية. دبي أرينا. ويعتبر الوجهة المتطورة والوحيدة في المنطقة من حيث الحجم لاستضافة أضخم العروض الحية العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية، كمباريات الهوكي والجولات العالمية لأشهر الفنانين. وتستوعب دبي أرينا التي تغطي مساحة 500,000 قدم مربع أكثر من 20,000 متفرج، وتقع في سيتي سنتر بالقرب من مطار دبي. رويال أتلانتس. يقع المشروع على هلال جزيرة النخلة إلى جانب منتجع أتلانتس، ويتربع على مساحة 10 هكتارات، ويضم عددا من الخيارات التي تتنوع بين شقق الغرفتين حتى 5 غرف، ويصل عددها إلى 231 شقة و795 غرفة، إضافة إلى حدائق وبنت هاوس ومسبح سكاي بول على ارتفاع 90 مترا فوق النخلة، وتجارب ترفيه مائي ليس لها مثيل في أي مكان آخر. إطار دبي. هو إطار أو برواز يبرز معالم دبي ويؤطرها بشكل فريد من نوعه. بني من 4 أضلاع، يبلغ ارتفاع الضلعين 150 متر، أما العرض فيصل ل 93 متر، وعليه فإن الفراغ بينهما يسمح بظهور تلك الصورة الخلابة لمدينة دبي بشكل واضح. فكرة المشروع هي ربط الحاضر بالمستقبل، وجعل الزائر يذهب في رحلة عبر الزمن تنقله وفي دقائق معدودة بين دبي القديمة ودبي الحالية ودبي المستقبلية. تم افتتاح المشروع في بداية شهر يناير 2018. روزماوند دبي. هو فندق يتألف من برجين، كل واحد منهما يضم 53 طابقا، كما يتضمن غابة استوائية بداخله، والتي من المقرر أن تحتوي على كافة المقومات التي تجعلها غابة حقيقية. وسيتم تزويد الغابة بشواطئ صخرية وبحيرات وشلالات ونباتات من مختلف الأنواع، كما ستحتوي على تقنيات خاصة لهطول الأمطار. يتضمن الفندق أيضا كل مقومات الراحة من نوادي رياضية ومنتجعات وغيرها. عين دبي. وهي أكبر عجلة دوارة ترفيهية في العالم، وتقع في جزيرة بلو ووترز قبالة ساحل دبي على شاطئ الجميرة. وتتضمن عجلة دبي الترفيهية 48 كبسولة فاخرة قادرة على استيعاب 1400 زائر، وستتيح مشاهدة غير مسبوقة لمدينة دبي بمجال رؤية يصل إلى 360 درجة، لتطل على أبرز المعالم السياحية في المدينة مثل برج العرب ونخلة الجميرة وبرج خليفة. أي من هذه المشاريع هو الأروع في رأيك؟ إن كانت لديكم أي معلومات أو مواضيع تريدون مشاركتها معنا، تفضلوا بالتعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب
والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.